بتهيألي الستات عايزين حاجات كتير قوي، ومبسوط ان بقى في طول الوقت بقى في نقاش مجتمعي عن الحاجات اللي ليها علاقه بالستات، سواء بقى في مسلسلات او اي حاجه مجتمعيه بتحصل. بس حاسه ان اكتر حاجه جايز الجيل الاصغر محتاجها بالنسبه للستات والبنات الثقه، انه يبقى في ثقه انه ممكن يعتمد عليهم، فياخدوا المساحه اللي تخليهم يثبتوا ده ويعملوا الحاجات اللي نفسهم يعملوها. أول سؤال بتهيألي عن فكرة التواصل ما بين الجيل الكبير والجيل الصغير، عدم وجود تواصل ما بين الجيلين دول بتهيألي كان هو أول سؤال، إزاي نقدر نخلق حدوتة يبان فيها مشاكل عدم التواصل ما بين الجيلين، وتبدأ نشوف تباعا ده بيأثر على إيه وممكن نوصل بينه لإيه يعني. يعني جايز السؤال اللي كان أسبق حتى فكرة المشروع يعني أول ما قعدنا، فكرة إنه في كده مسار لازم كلنا نمشي فيه، إن كل بالظبط الناس لازم تتخرج من ثانوية عامة تدخل الجامعة، والطموح دايما في كليات القمة، وكل ما بننزل عنها كل ما بيبقى محبط للأهالي وبرشر على الأولاد. فكان في فكرة إنه مين قال إن لازم كلنا بالظبط نمشي في نفس المسار ونفضل بنكرر نفس الحاجة، بالرغم من إنه الزمن نفسه اتغير والحاجات متغيرة. يمكن انا شويه قبل ما اكتب قعدت فتره اشتغلت في التدريس، فكان عندي كم شخصيات قابلتهم خلال رحلتي في التدريس، فشفت كم طلبه كتير، فكان فكره ان انا استدعي القصص بتاعه الجيل ده ومشاكلهم والحاجات اللي بيواجهوها. بدانا يعني بالتدريج نطور ونحس ان احنا يبقى الشله بيتمثل فيها نماذج مختلفه جدا لكل حد من الجيل ده بمشكلته اللي هي تبقى اقرب للوقت ده من اي حاجه تانية. هي في الاخر احنا طول الوقت بشكل عام جوه سرد وفي المشروع ده بالتحديد الشغل على الشخصيات حاجه اساسيه جدا جدا، فما تهيأليش ان احنا بنبتدي اي مشروع غير واحنا متاكدين ان احنا عارفين الشخصيات كويس وخبراتنا المتراكمه، لان كل واحد جاي من باك جراوند مختلف بتكمل بعض، ففي خبرات ليها علاقه بالسن، خبرات ليها علاقه بالمهن السابقه او حتى الحاليه، خبرات ليها علاقه مرينا بإيه في حياتنا، فكله بيصب في الآخر في الشخصيات دي. هو الفكرة أصلا مبنية على إن هم مجموعة من المراهقين، بس الكونسبت نفسه من قبل بداية الفكرة تحديدا بتاعت المشروع ده إنه الجيل ده محدش بيعبر عنه من وجهة نظره، بمعنى إنه دايما بيطلع في أغلب الأعمال إحنا شايفينه إزاي، إحنا الكبار وإحنا الكتاب وإحنا الصناع شايفينه إزاي. فكان الهدف من ورا المشروع ايا كانت فكرته عشان نتحرك بالكونسبت ده، انه لا احنا نفسنا نعمل مشروع عن الجيل ده من وجهة نظره عشان نشوفه عشان نسمعه. فبالتالي لما فكرة مجدي اتحطت على الترابيزة انه نشتغل على البروجكت ده، مين قال؟ فالموضوع جه انه طبيعي يعني احنا نفسنا نشتغل على ده، ومجدي طلع يعني عنده بقى الفكرة طورت واشتغلنا عليها. اعتقد دي طريقتنا في التفكير، ده الاقرب لينا وشبهنا، فموست بروبابلي هيكمل، لانه هو مش مقصود، هو احنا مش قررنا يلا هنتكلم عن القضايا بس عشان نبقى بنتكلم عنها، دي همومنا واهتماماتنا. يعني مجدي مهتم بالجيل ده وعايز يعبر عنه، احنا اي حد مننا في سرد بيبقى مهتم بحاجه بنشتغل عليها. الجيل ده بيتهيألي عنده قصص كتير ممكن الواحد يقدر يتكلم عنها، بس حاسس يعني الفتره دي حاسس كويس الحمد لله ان احنا قدرنا نطلع حدوته بالشكل ده تبقى بتعبر عنهم وتبقى عصريه وجديده. فالخطوات اللي جايه بقى لسه بتهيألي محتاج شويه تفكير، الحمد لله لحد كده قدرنا نعبر عن الشباب بصوتهم، لاحقا بقى ممكن يعني الواحد يبقى يفكر بقى. بتهيألي كنا مهتمين ان زي ما الخط الرئيسي بتاع شريف وابوه يبقى ظاهر طول الوقت شكل الصراع ما بين الاثنين دول، كنا حابين برضو ان في الخلفيه دايما اي حد هيظهر في الشله يبقى بيصبوا في نفس القيمه، ان احنا كل فرد من الشله هو عنده مشكله مع والده وعنده سوء تفاهم مع والدته، فيبقى مش بس شريف هو بس الشخص اللي في المعضله دي، لا ده حتى كل افراد شلته حتى لو مش بشكل مباشر هم كلهم ظاهرين، كل شخص منهم عنده مشكله في التواصل مع الجيل الاكبر. حاسس ان شريف مشكلته مشكله اساسيه، فكره التعليم الجامعي ده اللي هو هل هو فعلا بجد بقى ضروره، ولا كمان كام سنه التعليم الجامعي ده ممكن يختفي من العالم كله؟ كانت دي مشكله مهمه جدا انها تطرح للنقاش. من الشخصيات انا شايف ان كله مهم، لو يعني بتسالين رايي الشخصي ممكن صلاح كان اكتر شخصيه مهتم ان هي تظهر، علشان تجربه بتبقى تجربه صعبه اللي فيها الوالد بيضرب ابنه بالشكل ده، فيمكن اختيار شخصي مثلا ممكن صلاح بالنسبه لي كانت مهم، ممكن مريم يبقى عندها شخصيه تانية مش عارف. انا طبعا متعاطفه مع البنات. بالظبط. بالنسبه لي زينه وفريده اعتقد ان هم بيمثلوا
مجموعه كبيره من البنات. سلمى عارفه تاخد حقها لنفسها، وده نموذج برضو مهم، لان هو ده نتمنى البنات تبقى عارفه هدفها بتوصل له وكده. بس في الاخر كلهم هم بيعبروا. انا ابني عنده 14 سنه، فانا داخله على المرحله دي، فانا شايفاه وشايفه اصحابه، وده بالنسبه لي كان انا نفسي اتعلمت حاجات برضو في التجربه. هي سرد مبنية على الشغل الجماعي، فهي البروجكت ده زي يعني اكتر من بروجكت مبني على كده. مين قال اصلا السيزن ده فكرة مجدي؟ فممكن مجدي يتكلم عن التجربة في حد ذاتها او التجربة في سرد، بس انا بالنسبة لي انا شايف ان العمل مع بعض بيطلع نتيجة اغنى. الشغل الجماعي فعلا بيطلع الحاجه في الشكل النهائي بشكل افضل. بس ممكن بقى على اختلاف المشاريع، مثلا مين قال مثلا تجربه اقرب ليا انا، فمثلا احط اول حته ويبدا الشغل الجماعي يكملها. زيزي مثلا كان منى كان هي اللي عندها الفكره فقادرين نبني عليها، ليه لا كان دينا وهكذا. ممكن يبقى في حد دايما الاول عنده الفكره الرئيسيه وعنده دماغه مشغوله بالموضوع ده، وبعد كده بنيجي بنكمل على بعض بحيث نبني بقى الحاجه بشكل افضل. يعني انبسطت يعني لما اكتشفت ان في السن الصغير في ناس كتير بتتفرج، خصوصا الاولاد والبنات اللي بيتفرجوا على اجنبي مش برضو بيتفرجوا على مصري، بيتفرجوا بقى مسلسلات بتاعه السن ده. فلما عرفت ان هم بداوا يتفرجوا فبسطت جدا. انا امبارح ابني طلب مني الباسورد عشان يتفرج اخيرا. طيب. فده بالنسبه لي انجاز عظيم، حاجات كتير قوي. طب رد يا مجدي عقبال ما افكر عندي لسته. بتهيألي الستات عايزين حاجات كتير قوي، ومبسوط ان بقى في طول الوقت بقى في نقاش مجتمعي عن الحاجات اللي ليها علاقه بالستات، سواء بقى في مسلسلات او اي حاجه مجتمعيه بتحصل. فحاسس ان لا، قضايا الستات دلوقتي جايه في المقدمه، حتى لو لسه ما بنوصلش خلال نقاش المجتمع ان هي بنوصل للحاجات اللي احنا عايزينها، بس لا، قضايا الستات موجوده بقوه. وحتى في الدراما احنا قادرين نشوف ان قضايا الستات بدات تتحط وتبقى تاخد الاولويه، فدي حاجه كويسه. هو طبعا ما اقدرش انكر ان في تطور بيحصل طول الوقت في الحاجات اللي ليها علاقه بالبنات والستات، يعني حتى في الفيلد عندنا، حتى عدد البنات اللي كانوا بيشتغلوا كان ازاي وبعدين بقى ازاي، يعني التطور واضح. بس حاسه ان اكتر حاجه جايز الجيل الاصغر محتاجها بالنسبه للستات والبنات الثقه، انه يبقى في ثقه انه ممكن يعتمد عليهم، فياخدوا المساحه اللي تخليهم يثبتوا ده ويعملوا الحاجات اللي نفسهم يعملوها، من غير ما يبقى فيه طول الوقت انها مش هينفع، مش هتقدري، خايفين عليكي، ده ما ينفع لكي. اعتقد لو خرجنا شوية برا الصورة دي والفريم اللي محطوط ده، حاجات كتير ممكن لطيفة تحصل.